السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو قصير وماشي طويل. كما كتشوفوا الاخوان الاجواء الظلام كاين والضوء مقطع، والصراحه كنت جالس تحت واحد الشجره. كما كتشوفوا هذه الشجره ديال الحنيني الله يرحمه، هذه ديال الشراكه، جالسين كنشموا الهواء. والله الا كنشموا الهواء الاخوان، اذا كنتوا كتسمعوا الصوت ديال الميكرو غادي تجبروا الهواء. المهم تحياتي لكم كاملين. اليوم كنا جالسين ما بين مالينا حتى كنتفاجئوا الحيوان، تلاقيناه جبرناه ما غادي. ها هو ديك الحيوان كما كتلاحظوا الاخوان، قرب لهم الكاميرا، قرب لهم كما كتلاحظوا هذا الحيوان. الحيوان كيعجبني بزاف انا، فاش الشوك ديالو كيشوك. ها هو كما كتلاحظوا هذا السي القنفود، اخي القنفود هذا. دابا غادي كيفاش غادي نديرو باش يخرج، باش يخرج راسو، ما بغاش والو. كوره انتم شوف، كوره الاخوان، ها كوره الاخوان، ها والله الا كوره، ماشي زعما كوره. بلاتي بلاتي، اجلس عمي القنفذ. دابا ما نعرفوش واش لا انت ولا تكر، هذا خصك باش تعرفوا واش لا انت ولا تكر. دابا جدودنا وملي كنا باقيين صغارين كانوا الناس جاهله شويه كدبحوا، كيدبحوا حساء القنفذ. هذا ملي كيدبحوه الاخوان، هذا كيدبحوه دابا، ملي كيدبحوه الاخوان كيفاش قبل ما يدبحوه كيخويو عليه الماء، كيفسحو كيشبرو له الرجلين ديالو واليدين، وكيبقاو يحكوه مع شي حجره. حكم من هنا اذا كان تكر الاخوان ما كيغوتش، اذا كان تكر ما كيغوتش، واذا كانت لا انت كتبقى تغوص، يعني بحال شي دري صغير. دابا غادي نوريكم وغادي نفتحوه قدامكم الاخوان. خليكم معنا بلاصه مفكره، واحد القريعه ديال الماء هاي قدام سي عبد القادر الزموري. هذا القرعه، هذا القرعه، حطها ان شاء الله. لا نخوي الماء، حنا ما غاديش عارفين وين الراس ديالو. قرب لي الكاميرا باش نشوف راه الظلام. قرب لي بلاتي بلاتي عمي القنفذ بلاتي. دابا هنا الاخوان باش نخرجوا له الراس ديالو خصك تخوي عليه غير بشويه. ها هو بدا كيتكمش، ها بدا كيدخل عليه الزيت، ها بدا، ها بدا كيطلق، ها هو خرج، ها هو. ها انتم الاخوان، ها اخر الصحة، ها هو خرج، ها هو رجيلاتو، ها هو باقي كيتنفس. بلاتي نبدأ، كتشوفوا الراس ديالو الاخوان. دابا هذا خصو يبقى عساس عليه، والو تقول واش يبغي، واش يبغي يخرج ديال شربوا من الناس. والو والو يا الاخوان والو. دابا خصنا كيفاش نديرو له؟ دابا نديوه، نديوه جاد لينا الاخوان. لا الحجره مورك حكو مزيان، لا هو كان من حكو بقى نغوتو ونغوتو. يقول لك نتعداو على الحيوانات. دابا كيفاش نعملو؟ نهزوه بلات، لا لا دير عندي لعند البير ونخرجو بالقرعه ديال البير، نعمر القرعه. اجي ضوي لي هنا، ضوي لي هنا، معنا كنشوفش مزيان، انت عارف خوك سلاوش ما فيهش الضو. غادي نقطع واحد جوج شجره، واحد جوج لعيبات بحال هكا الاخوان. غادي ندي هاد القنفذ هذا، ها الشي فاش واش تهز فيها، هذا خصك تهزو هاي. اجي اجي عمي القنفذ، لا تخاف، لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق. والو تقول اخرج عمي القنفذ، هذا والو. اذا ما بغينا نعدلو شي فيديو نطلقو ليه. زيد زيد عمي القنفذ، ايوا والو عمي القنفذ، تحت الكره اخي القنفذ. والو حجره ود الحرام، عاشي عاشي. زيد زيد عندي وكلا عند البيت. زيد هاي عندنا القنفذ، هاي شي القنفذ. ها هو كما كتلاحظوا غادي نديرو ليه زداكادا، القرعة عامرة بلا ما نعمروها. اجل اجل هنا عمي القنفذ كما كتشوفوا الاخوان، هانتو كيش نفتحوا له. ذوقوا هاد القنفذ، هاد القنفذ كيتغدى على الحياة، كيتغدى على الحشرات، وهذا خطير مع الحياة، على البيض ديال الدجاج. خرج خرج، ها خرج خرج بلا ما تريقل عليا. دابا خرج غير باش نتصورو معاك صح. ها القنفذ عرقتيني صح، تاتي شوف واش صح، هذا خرج ولا ما تخرجش؟ يلا خرج، وا خرج، يلا خرج. احنا عملنا في المياه الصلبه وما غاش يخرج. من مثل الاخوان اجي هنايا نوري لكم واش كنعمروا من البير.
نهبط الماء. ها هو عمرتي الماء الاخوان بالغاره قاده. اذا مشى طاح لي التليفون في البيرة الاخوان. خليه يطيح الماء. خصكم ضروري تستناو شويه باش تعمر القرعه. كتعاود تطلع شويه بحال هكا. صافي دابا نقدروا نطلعوا القرعه. عندي ضروري. خصك بخبطها كما قال لك خويا حنحنا. خويا حنحنا فك راسو هو ومحنا. تعالوا معايا تعالوا معايا. اجيو معايا. تعالوا نطيح الاخوان. اجيو معايا. اجيو معايا شاهدوا معايا المقطع. اجي عمي القنفذ اجي. المياه ديال 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 البير كامله مخويه عليك. ها هو ها هو عاد عوم معانا ندوش لك اليوم شويه. والو ما تخرجش يا صاحبي. ها هو بدا كيخرج. ها هو الاخوان ها هو هرجيلات هو بدا كيخرج. دابا خصنا نقطه واحده اخرى. اجي عمي القنفذ ايوا خرج هاي دوال هاك تزيار عليا. كما كتشوفوا الاخوان هو خرج ولكن خصكم ما تهضرش باش يخرج ولد الحرام. عينه بوبري غادي يخرج دابا. هو خرج هو باش يهرب. او غادي الخسران احمدي او غادي الخسران. خرجنا والله الا خرجنا. هاهو الاخوان شوفوا الحركات ديالو الاخوان كما كتشاهدوا كما كتشاهدوا في الفيديو. هاهو الحركات ديالو الاخوان كما كتشاهدوا. هاهو هاهو عمي القنفذ بلحمه وشحمه. هاهو شوف دابا مع شنو كيدير مع شنو بغا يدير. تاهو دابا إلا مشينا تأديناه راه غادي يتكمش. إذا مشا تكمش مشكلة. شو عليها عمرها بيا ولا بيك سير قنفذ اليوم. بيا ولا بيك دابا هذا ملي كيسمع الصوت ما كيتكمش. نطلع واحد القرعة واحدة أخرى باش نديرو ليها. نتوما كما كتشوفو الأجواء ظلام الطيور هاهوما هنايا لتحت مكاين لا نهضو لا والو. كاين عمي القنفذ كنشارجي بواحد الباتري ديال باور بانك الإخوان. ها الشجر ديال الباكور هاهو هنا مكيبانش لحقاش الفلاش كيضرب قريب. والله إلا كنت جالس الإخوان مع الشجرة هنا كنت فاجئ بالقنفذ غادي يا وغادي بيا يا خويا. وانت عمرتي باش تشرب اخويا الزين. ارى لي ديك القرعه راه نتهلاو فيه. دور لي من الجهه الاخرى دور لي من ود هنا حيت الشاب التليفون.
اجي السكين هذا اجي اجي اليوم غادي ندوج لك. وغادي الخسران حنادي يا وغادي بيا خويا فين غادي بيا غادي تسارى في البحوره. شو 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 حنا بغينا غير هاد اللقطات هاد ما بغينا والو بغينا نتصوروا معاك اخويا القنفو. شوف كيفاش كيدير شوف شوف سخو خاطر القنفو كيعجبني انا القنفو ماشي زعما باش نقتلو ولا شي هاد كيعجبني كنموت على القنفو هذا الاخوان. تحياتي الدراري صحاب اللي كتعشق القنافد المهم راكم في القلب تحياتي لكم كاملين الاخوان وتحياتي للناس ديال الجزائر وديال ديال تونس وديال المغرب واللي داخل المغرب واللي خارج المغرب. ها انتم الاخوان هذا دابا خصو خصو بزاف ديال المياه الجوفيه وراه تما اخويا ليك الماء عمي تما ما عفلتش اجمع عليه اشواك دابا صافي سالينا معاه عملنا معاك اخي القنفود واحد المقطع صغير واخا ما بغيتيش تتواضع معانا اخويا القنفود ولكن كما كتشاهدوا اول قنفود ديالنا. تحياتي لكم الاخوان خليو لينا شي تعليق وخليو لينا شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتحياتي للرجال كامله. دابا الاخوان هذا ما عنده بحومه والو ما عندك ما تذبح فيه هذا غادي نطلق ليه يمشي يعيش حياته شاد به انا ما كناكلش هذا الشيء هذا اصلا كانوا كليتو الحساء ديال القنفو بالحق ما كانش كيعجبني. ها هو الراس ديالو يلا سير عمي سير تعيش على حياتك سير. شكرا جزيلا خويا القنفو تحياتي ليك يا المغرب بيس اند لوف ليكم. خليو لينا شي كومونتير وخليو لنا شي تعليق وتحياتي للرجال كامله اللي كتسندنا وكتدعمنا بلايك وكتدعمنا بكومونتير وكتدعمنا بكلام زوين. تحياتي لكم الاخوان ديالي ونتشوفوا فيديو جديد.